عدنا لكم مشاهدينا وتكلمنا سابقا عن إصدار رخصة موثوق وكل ما يتعلق بها، لكن اليوم راح نسلط الضوء على التحديثات الجديدة واللي صارت مؤخرا من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ويسعدنا أن ينضم لنا الأستاذ أحمد المحيمي محامي ومستشار قانوني. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله، مساكم الله بالخير، وشكرا لتحت الفرصة الحضور. شكرا لكم وللسيدات والسادة المشاهدين الكرام. نورتنا، حياك الله. مبدئيا خلينا نستفتح هذه الفقرة بإيش هي أهم التحديثات والاشتراطات الجديدة التي ارتبطت برخصة موثوق. رخصة موثوق، أتوقع أن التحديثات الجديدة أنه الهيئة كانت حنينة مرة مع سميناهم الأفراد في اللائحة، ما سموهم مشاهير أو مؤثرين، لأن الإعلام ممكن يصير من أي أحد سواء كان مشهور أو غيره. فأنا أتوقع أنه الشروط الناعمة ناعمة جدا وخفيفة، يعني صارت أسهل من قبل؟ إيه طبعا أسهل كثير، لأنه أتوقعت أنه بتكون فيه مثلا بدل ما يقولون المام بالمادة الإعلامية أو الجانب الإعلامي، توقعت أنه يحطون مثلا يقول حصول على دورة قبل الحصول على الترخيص، دورة في الإعلام، دورة في الأخلاقيات، دورة، هذا كله ما فيه. الرسوم 5000 كما هي، يعني الثلاث سنوات 15000. توقعت ما قسطوها لسه؟ لا ما قسطوها 15 مره واحده. اي اقول لك انها خفيفه. فكلها يعني جالسه دعم، يجدون دعم من وزاره الاعلام، واتمنى انهم يستثمرون الفرصه دي انهم يقدمون محتوى جيد نستفيد منه احنا. والله يعني ضحكتني استاذ احمد لما قلت دوره في الاخلاقيات، يعني حتى الاخلاقيات اليوم صارت تحتاج لها دوره للامانه من اللي قاعدين نشوفه في بعض الحسابات. خلينا نقول ممكن انا اتفق واضم صوتي لصوتك. طيب لما نتكلم عن عدم تسميه الحسابات بالمدن والقبائل والمناطق، هل هذا شيء يعني له مغزى او له هدف معين؟ شكرا، شكرا للسؤال الجميل هذا. هذا يدل ان الهيئه لا تعمل لوحدها، تعمل بالشراكه والتنسيق والتكامل مع القطاعات الحكوميه الاخرى. عندنا نظام اسمه نظام الاسماء التجاريه يتبع وزاره التجاره، ونظام قديم وحط الاشتراطات هذه انه ما تكون تتعرض للذات الالهيه، تتخالف مع الشريعه الاسلاميه، ما تمس رموز الوطن ومكتسباته وتراثه. طبعا عشان ما يكون في لبس، مثلا لو سميت في اسم منطقه، اهل المنطقه دي يتوقعون انه موجه لهم لوحدهم فقط. فالابعاد عن اللبس والعدم استغلال المكتسبات الوطنيه اللي جالس يقدمها الاعلام مجانا، احنا كلنا نمدح المناطق السعوديه والقبائل ونعطيهم ونبرز دورهم، فحرام يجي واحد معلن ويتكسب من وراء هالاسم ويستفيد منه. صحيح. لذلك كان المنع. طيب خلينا نتكلم عن المؤهلين للترخيص او حصول على ترخيص موثوق والاستثناءات اللي حصلت، يعني احنا لما نجي نتكلم عن الضوابط الجديده لاستخدام الاطفال في الترويج الاعلاني وغيرها، ايش اخر الاحداثيات اللي صارت بما يخص الاطفال؟ زي ما انت عارف انه في نظام حمايه الطفل. صح. وفي نظام الحمايه من الايذاء، وجميعها منعت استغلال الاطفال، وفي نظام الاشد منهم بالمناسبه اللي هو نظام منع الاتجار بالمكافحه الاتجار بالاشخاص. اللي شدد العقوبه، شددها يعني السجن مشدد مضاعف مع الغرامه الماديه في حال يعني كان في استغلال للمراه او الطفل او ذوي الاعاقه. فكان الهيئة الإعلام المرئي والمسموع ووزارة الإعلام الجهات القانونية اللي فيها اللي عدت اللائحة الجميلة دي، أنهم استفادوا من المطروح في الأنظمة الأخرى وأشاروا له في هذه اللائحة حتى يكون في توافق وتنسيق وتكامل. طبعا الشريعة الإسلامية، الأنظمة السعودية، الاتفاقيات الدولية كلها تمنع استغلال الأطفال في الأعمال التجارية، حتى زي ما انتم عارفين نظام العمل عندنا كذلك. صحيح. يمنع تشغيل الاطفال. صحيح. فالحمايه للاطفال وللمراه وذوي الاعاقه متوفره. اي الحمد لله. استاذ احمد، سؤالي شويه حيكون حساس وخليني استطرد فيه عشان اقدر اوصل لنقطتي. حضرتك تفضلت وقلت ان اصبحت الشروط اكثر نعومه مما سبق وسهلت على الناس الحصول على رخصه موثوق، بدليل انهم لم يطلبوا اي دورات ولكن تركوها للاطلاع، اطلع على نظام هيئه الاعلام المرئي والمسموع، اطلع على النشر الالكتروني، اطلع اطلع اطلع، وتركت في ذمتي اطلع او لا اطلع. ولا طلبوا مؤهل دراسي مثلا. طيب ليه أنت الآن لم تلزمني بالاطلاع، بس لو خالفت تلزمني
بالمخالفة، ألا يستوجب أنه عشان إحنا حتى في أي مكان تدخل عليه في أي إجراءات أو سياسات ومشابه أنت ملزم بالموافقة لتكمل الإجراء. أنا هنا لست ملزم لا بالإطلاع ولا بالمتابعة ولا شيء، متروكة لي، بعدين لو خالفت تجي تلزمني، هل منطقية؟ يا سلام عليك، تعجبيني. أنا ما أعطيت الترخيص هذا ما ودي أتكلم باسم الهيئة لأني لا أمثلهم، لكن الهيئة حينما منحت التراخيص للأفراد عشان الإعلان، وبالمناسبة نقول أفراد ما نقول جهات ولا مؤسسات ولا شركات ولا مشاهير ولا هم أفراد سواء رجل أو مرأة، حينما يسعى للحصول على الرخصة يوقع التزام وتعهدات ويشوف الشروط والضوابط. هنا الهيئة ما راح تكون لك أب وأم وتعطيك كل شيء، تقشر لك البقاء البرتقالة وتقول تفضل تأكلها مقشرة، أنت جالس ما شاء الله تحصل على مردود مادي جيد، على ظهور إعلامي، على ما شاء الله يعني كل الفوائد لك. أعط نفسك فرصة، وأنا أنصح جميع المؤثرين والأفراد اللي حصلوا على ترخيص موثوق، أنصحهم أنهم لازم يتعاملون مع محامي، لازم يكون في عقودهم موثقة ويكون في صيغة للعقود ومعتمدة من مكتب محاماة عشان يحمون أنفسهم ويحمون المعلنين أو المستقبلين للإعلان اللي هو المستهلك. الحماية هذه تبي تعطيهم الفرصة أنهم يزيدوا ثقافتهم فيما لهم وما عليهم. تخيل ترى العقوبات مشددة كمان، فأنت ليش تنتظر لما تجيك العقوبة؟ يجب أن يكون هناك حماية وقائية من البداية، احمي نفسك بالاطلاع بالعقود بالمادة اللي أنت تقدمها، لا تطلع أي مادة. صحيح صحيح، وهذا اللي مبحصتنا استاذ احمد، وحنا نقول على المحتوى، المحتوى يا جماعه، المحتوى يا جماعه، خلونا نكون دقيقين، خلونا نكون يعني اكثر نهدي اللعبه شوي. انا واضح ان عندي تحفظ، المحتوى للاسف صار خالف تعرف. بالضبط، شكرا لك. بالضبط، للاسف انا عندي تحفظ يعني جدا على هذا الموضوع. لكن في كمان يعني موضوع مهم جدا اللي هو الاجانب، موثوق لمن يطلع للأجانب الغير سعوديين. نعم. واللي موجودين يعني هنا مقيمين، هل هو نفس القانون اللي يطبق على السعودي يطبق على الأجنبي أو يختلف؟ طبعا لازم هو نفس، لازم يكون له عنوان وطني هنا في السعودية ويكون مقيم وعنده ترخيص وتصريح من جهات أخرى تعطيه الفرصة أنه يعمل في هذا المجال عشان يقدم هو بنفسه، لأنه لا يقدمه باسم جهة أو باسم شركة، هذا من ناحية المستثمر الفرد. نعم. المعلن الفرد. الجهات الأخرى اللي شركات أو مؤسسات يلزمها الحصول على ترخيص في العمل الإعلامي غير ترخيص موثوق، ترخيص مزاولة مهنة الإعلام. فالشروط طبعا في شوي إضافة شروط عليها طبعا، لأن المقيم أنت ما تضمنه موجود هنا على طول. صح. هو فترة مؤقتة يؤدي عمل ويعود مرة أخرى، فلذلك كانت الشروط مختلفة نوعا ما، لكن أنا أشوفها كذلك لا زالت شروط ناعمة. نعم. طيب الله يستر من ناعمة. بس أنا شوف يعني بصراحة مبسوطة جدا إن الموضوع يكون مقنن مرتب، بس ما راح يستمر. أي. مقنن وبالشكل هذا بالسهولة ذي. أيوه. أتوقع أنه عن قريب راح تشدد هذه الشروط وراح تضبط. أيوه. واللي فرط الآن بالفرصة من الأفراد المعلنين، اللي فرط بالفرصة حاليا. أيوه. لن يجدها مستقبلا، ما راح يلاقيها. طيب ما هذا اللي نبغى نتكلم عنه كمان يا أستاذ أحمد، نقول إن الناس اللي طلعت موثوق كسبتها وطلعت موثوق، متى يتم إلغاء الرخصة؟ هل في مخالفات معينة بناء عليها يتم إلغاء الرخصة؟ طبعا ألغيت رخص كثير ووقفت رخص كثير بسبب المخالفات اللي تجي، سواء مخالفات بالمحتوى أو مخالفات بالعرض أو مخالفات بالإجراء نفسه، يعني مخالفة ضوابط الإعلام. مثلا تقدم إعلان بدون صوت، يعني الصوت موشوش، تقدم إعلان غير واضح غير مفهوم، إعلان غير مباشر، بمعنى إعلان غير مباشر. أيوة. أيوة. ممكن تحطي أحد يستخدم اسمك وحسابك اللي مسجل اللي صدرت باسم الرخص تعطيه أحد آخر يسوي الإعلان، كل هذه مخالفات. مخالفة المحتوى نفسه، مخالفة المبادئ الإسلامية، الأخلاقيات، بث الأشياء الغير مناسبة والإباحية، كل هذه مخالفات يستلزم عليها العقوبة. حتى العقوبات بالمناسبة يعني أنا لازلت أقول إنها كذلك ناعمة كمان. ناعمة. حتى لو وصلت إلى مليون ريال تبقى ناعمة، فيها التشهير، وما بعد بدينا نفعل أو يفعل التشهير إنه فلان مثلا خالف، لازلنا في البدايات، لكن أتمنى إن شاء الله أنها تكون
بالمستقبل تفعيل اكثر. كلنا ثقه في اكيد هيئه الاعلام المرئي والمسموع على ان هذه يعني الاشياء دائما في صالحنا احنا سواء كانوا مستخدمين او حتى مستهلكين. بس تعرفي استاذه انه انا احيي هيئه الاعلام المرئي والمسموع لانهم فعلا الناس هذول يعني الافراد المعلنين تراهم مؤثرين لان يصلون للجميع وبسرعه فائقه. القدرة على السيطرة عليهم في هذا الوقت القياسي وضبط المحتوى بهذا الشكل ترى تغيرنا احنا من قبل سنتين الى الان صار فيه تقدم كبير. لذلك انا احيي الزملاء في الاعلام المسموع ولا يزعلون منا، احنا جالسين نقول نقد مو ناعم لكنه نقد ان شاء الله مباشر للفائدة لتحسين الوضع. طيب انا عندي سؤال ودي ان اختم فيه استاذ احمد. الان تداول مؤخرا ان كثير ناس قدمت على موثوق وطولت السالفه، يعني نعم. اخذ اول كان يقول لك خلال من 3 أسابيع الى شهر تصدر لك رخصه موثوق، بينما البعض الان قاعد الى 4 شهور 5 شهور. نعم. ايش الاجراءات اللي تتم داخل هيئه الاعلام المرئي والمسموع ما بين تقديم الشخص على الرخصه الين الحصول عليها؟ ليش بتاخذ كل هذا الوقت؟ انت عارفه مدى اهميه الاعلام والاعلامي بشكل شخصي ومدى تاثيره في المجتمع، لذلك انا راح اعطي انسان مو انسان عادي، راح اعطي انسان له تاثيره له ايجابياته وربما يكون له سلبيات. لذلك عشان هالحمايه اللي وفرتها هيئه الاعلام المرئي والمسموع والتطور اللي قلناه في خدماتهم نتيجه هذه الاجراءات الاحترازيه اللي تقدمها اللي هي ايش؟ المحتوى ايش يصير جوا الهيئه؟ مثلا انا قدمت على موثوق، ايش امر فيه داخل الهيئه؟ اول شيء تعطي الاوراق الثبوتيه. نعم. مثل عنوان وطني والهويه الوطنيه وشهادتك وخبراتك وكذلك، وتعطي الاسم، تختار الاسم اللي انت بتحطه الان اللي قلنا رجعوا فيه لنظام الاسماء التجاريه واستفادوا منه. كذلك اخر 6 شهور لك وش قدمت فيها؟ الحساب حقك وش قدمت فيه؟ كيف اثبت؟ ترجع لنفس حسابك، في حسابات سناب شات جميع مواقع التواصل الاجتماعي. تقدر ترجع للمحتوى. صح. ولا يكون صدر عليك أي حكم شرعي بالإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. أي. ما لم يكن رد لك خلال الاعتبار. 6 شهور لا الشرف والأمانة ابتداء مدة بعض الجرائم 5 سنوات تصل. نعم. عشان يرد لك اعتبارك. ولا يكون صدر فيك من الهيئة نفسها اللجان القضائية في وزارة الإعلام ما يكون صدر عليك آخر 6 شهور أي قرار إعلامي سلبي. يعني ما تكون أوقفت ولا غرمت ولا شيء. فالإجراءات الاحترازية ذي خلت الناس تهدي شوي وتضبط وتعمل حساب أنه والله خلاص أنا صار هذا مصدر رزقي. صح. وبالمناسبة في مثل أجنبي وأنتم بكرامة يقول ابعد فضلاتك عن مكان عملك. صحيح 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 صحيح. إيه فابعد أي شيء عندك سلبي يا أخي، هذا مصدر رزقك احترمه والله يبارك لك فيه. والله يعني أنا بالنسبة لي موثوق ضرب بيد من حديد، وفعلا أرجع أقول كان في مصلحة المستهلك ومصلحة أيضا المشهور أو الشخص اللي قاعد يقدم محتوى كمجتمع احنا قاعدين نستفيد منه. فنرجع نقول شكرا شكرا جزيلا لهم. المحامي والمستشار القانوني الاستاذ احمد المحميد، شكرا لك، شكرا لتواجدك. الله يسلمك، شكرا جزيلا تحت الفرصه، وعذرا ترى يمكن اخذت راحتي في الكلام. بالعكس بيتك ومحلك ما يحتاج. معودتونا على كذا حقيقه. روتانا يعني ما شاء الله في السبق في الاريحيه واعطاء الضيف فرصه للحديث وفق الضوابط والتعليمات. اتمنى لكم التوفيق. شكرا شكرا لك مره اخرى استاذ احمد. مشاهدينا بعد الفاصل، سارة بيوتي أخصائية عرفت بتفضيل الخلطات الطبيعية على الكيميائية.